مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم أجندة أو أجندة الساعة. تقتتم اليوم مشاهدي الأعزاء واحدة من الورش، وهي ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي إحدى وآخر ورش الاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والعسكرية. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدي الأعزاء وأثاره ودوره في الحياة السياسية السودانية، نرحب بسعادة اللواء أمين إسماعيل ميزوب الخبير الأمني والعسكري، وكذلك نرحب أيضا بسعادة العميد مالك بروف وهو من المشاركين في الورشة. أنا أرحب بكم كثير سعادة اللواء وسعادة العميد. بداية سعادتك بقول لك كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وضيفك الكريم، ورمضان كريم على الجميع. الله أكرم. سعادة العميد رمضان كريم. الله أكرم أستاذ. أنا أفتكر يعني دي فرصة طيبة إنه يعني نستضاف في قناة الشروق هذه القناة الفخيمة العظيمة، وفي معية الأمبرماني القح وسعادة الخبير أمين إسماعيل مكزوب. أهلا وحبك. أكيد طبعا حتة الأمبرماني بتكون عجبته. نعم. شديد. سعادة اللواء، بداية يعني يا ريت تعرف المشاهد على المقصود بالإصلاح الأمني والعسكري. ما هو الإصلاح الأمني والعسكري؟ مقصود به شنو؟ طبعا هذا المصطلح هو مصطلح دولي. نعم. جديد، وصل يمكن للميديا قبل 6-7 سنوات. نعم. وانتقل إلى الاتحاد الأفريقي وحاولوا انه يضعوا سياق خاص بالدول الافريقيه. اول شيء القطاع الامني هو يشمل القوات المسلحه والشرطه والاجهزه المخابرات، وعندنا في السودان ضيف لهم الدعم السريع والجهاز القضائي والنيابه. نعم. ده كله اسمه القطاع الامني. الاصلاح بيقصد به تطوير هذا القطاع ليتماشى مع التطور الدولي في المعدات، في التدريب، في اللوائح والقوانين اللي بيعمل بها، وايضا الاسلحه والمصطلحات، حتى اذا كان في عمل مشترك ما بين هذه الاجهزه النظاميه واجهزه شقيقه وصديقه، يكون في توافق في الانظمه. في السودان المصطلح اخذ شكل اخر، وعندما يتحدث السياسيون في السودان عن الاصلاح يتحدثون عن إخراج مجموعات تنتمي إلى جهات معينة أو إدخال مجموعات محايدة. نعم. لذلك كان في لغط كبير جدا، وكان في نقاش كبير جدا في قيام هذه الورشة، كونها تقوم هي نفسها مكسب كبير جدا. واليوم انتهت كل الجلسات الخاصة، يمكن مساء اليوم سترفع التوصيات النهائية للجنة العليا للتنسيق والمتابعة وإدراجة في الاتفاق النهائي. نعم. سعادة العميد، المشاركة المدنية وأيضا كما ذكر سعادة اللواء دار حولها لغط كبير جدا، هل المشاركة المدنية مبررة؟ شكرا جزيلا. زي ما تفضل سعادة اللواء، المصطلح ده هو فعلا مصطلح جديد. نعم. الإصلاح الأمني والعسكري، وفعلا الفهم بتاع أخواننا في المجلس المركزي للحرية والتغيير، حتى المنظومات السياسية الأخرى، بيفتكروا أنه المزلة بتاعت الإصلاح الأمني زي ما تفضل سعادة اللواء المقصود بها هو إحلال وإبدال. أنا شخصيا يعني بفتكر أنه الأزمة في السودان فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية غياب الحكم الراشد. أنا بفتكر لو كان في حكم راشد نحن ما كان بنحتاج ذاته أنه الجيش يتدخل في السلطة أو الشرطة أو الأمن. دي واحدة من المعضلات الموجودة من سنة 1956. نعم. أنا في تقديري الحتة دي ده السبب اللي بيخلي الأخوان في القوات المسلحة دائما يكونوا قريبين من السلطة نتيجة لغياب الحكم الراشد. نعم. المسألة بتاعت دخول المدنيين في المسألة دي في العالم كله معروف، إنه حتى مثلا إعلان الحرب ده بخوض الجيش. نعم. لكن غرار سياسي، غرار سيادي. ففي علاقه بين الوجود المدني، في علاقه بين المدنيين والعسكريين. يعني مبرر هذا، مبرر ما في كلام، مبرر. نعم. طيب ده بقودني لسؤال سعاده اللواء، يعني الكثير بيتحدث عن وجود اجانب، يعني ويمكن تابعت معي الحديث اللي بيدور في الميديا عن وجود اجانب في هذه الورشه وفي معظم الورش الخمسه اللي قامت.
الوجود الأجنبي، وأنت تحدثت عن إنه هذا المصطلح عالمي، الناس اللي عندهم رأي في الوجود الأجنبي من خلال متابعتك ومن خلال معرفتك بتقول لهم شنو؟ أول حاجة هو المفاوضات كانت سودانية سودانية في البداية، منذ بدايتها كل الاتفاق الإطاري سودانية سودانية، المسهلين كانوا هم الأجانب، اللي هي كانت الآلية الثلاثية، مسهلين وليس مش عندهم أجندة أو مسهلين فقط فقط، هم الآلية الثلاثية. ثم جاءت المبادرة الرباعية باعتبار أنها كانت تملك ضغوط في وقت ما لإعادة الأمور بعد 25 أكتوبر، ده اللي جاب الأجانب في هذه الورشة تحديدا، لأنه يجب توحيد المفاهيم. كانت المحاضرة الأولى عن الإطار النظري للإصلاح الأمني، بمعنى اللي هي زي إطار نظري عالمي قدمتها أحد الأخوات، ويمكن أشرفت عليها برضو الدكتورة مريم الصادق، ده كله اللي تحت الفرصة في مسألة المدنيين وجودهم أو الخبراء وجودهم. فبقية الورش المغلقة كانت قاصرة على السودانيين فقط. الجانب المدني والجانب العسكري نوغشت فيها أوراق، أوراق قدمت من الجانب المدني، أوراق قدمت من الجانب العسكري. فالمهم هو فيها الآن تم توحيد ما هو الإصلاح وكيف سيتم ومن الذي سيقوم به. هل يترك للعسكريين كمسألة فنية عسكرية هم بيعرفوا قوانين ولوائحهم وكذا، او يترك للمدنيين فقط مساله اعاده التسريح والدمج، اللي هي اعاده التسريح الذي لا يرغب في انه يعمل في مجال عسكري، بيتم تسريحه بيرجع لاسرته بيرجع لقريته، وبالتالي المدنيين هم بيتلقفوه كوكالات اجنبيه او محليه ومنظمات مجتمع مدني، بيوفروا له وسائل كسب العيش، بيدمجوا في المجتمع. ده ما يخص المدنيين في العمليه بتاعت اعاده التسريح والدمج. اما الدمج نفسه اللي هو ادخال قوات او استيعاب او دمجها، دي عمليه فنيه عسكريه عندها شروط وعندها تدريب وعندها ازمنه، ويمكن الخبراء اللي جو ديل جو فقط يتاكدوا من تنفيذ الدمج عشان يوفروا مساهمات ماديه او اجهزه او معدات. ساعه العميد انت تابعت هذه الورش، الوجود الأجنبي الدور كان بارز في هذه الورشة؟ والله فعلا كان في وجود بارز. طبعا زي ما تفضل سعادة اللواء في الثلاثية، طبعا دي الاتحاد الأفريقي واليونتامس والإيجاد، ديل يعني كان عندهم يعني هم طبعا النازل يعني بيجوا بالمدخل بتاع بيقول لك فاسيليتيترز، يعني ناس مثلا مسهلين. أو وسطة ميدييترز، لكن الشيء شايفه أنا يعني زي ما تفضل سعادة اللواء معظم الحوارات الاوراق اللي قدمت يعني معظمها كانت يعني سودانيين، يعني كانت سودانيين هاي، لكن هم حرصهم على انجاح الفتره الانتقاليه هم يعني كانوا موجودين، لكن انا شخصيا ما حسيت بانه في تدخل سافر من قبل الاجانب او الناس غير السودانيين. بتفتكر انه كانت مشاركتهم ايجابيه كبير بصوره كبيره؟ مؤكد مؤكد. سعادة اللواء يعني يمكن اكيد في كل ورشه في كل برنامج حتى ان كان بعيدا عن الاتفاق الاطاري هناك بعض الصعوبات، شنو الصعوبات اللي ممكن تواجه هذه العمليه او هذه الورشه الاخيره؟ هي هسه خلاص انتهت. الصعوبات كانت في البدايه انه هل يمكن الاتفاق على عقدها بمشاركه مدنيه؟ هل يرضى العسكريون ان تفتح ملفات في هذه النقاشات؟ فتم تجاوز هذه الصعوبات، بيتم انه الاتفاق انه تكون في جلسه تحضيريه تشري فيها، دي تمت اليوم الاول، وبقيه جلسات تكون مغلقه. هنا اطمأن الجميع وبالتالي تمت الورشه. لكن التحديات، التحديات المستقبليه هي في انه هل سيتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه؟ بمعنى انه ما اتفق عليه هنا يوقع هنا ويلتزم به الجميع. ما نلجا للتصريحات، نحن طبعا بنشوف الناطق الرسمي الجهه الفلانيه، وبالتالي بيكون في بعض الضغوط، ودي اشكاليه حصلت في اتفاق جوبا للسلام، اللي هي في اتفاق جوبا كان دمج الحركات المسلحه في واحد، القوات المسلحه، الدعم السريع، الشرطه، جهاز المخابرات. لما الناس جات الخرطوم والحركات المسلحه قالت نحن ما بندمج الا يندمج الدعم السريع. فيبقى ما تم الاتفاق عليه والايفاء به، الان الدعم السريع منصوص عليه، وفقا للجداول الزمنيه حتسهر الليله للدمج.
هتظهر في التوصيات اللي نعم. نعم. يمكن فولكر في لقاء أمس تحدث عن 5 سنوات نعم للدمج للدمج نعم. والتطوير والإصلاح 6 سنوات 6 سنوات نعم. ولكن أنا في تقديري طويلة فترة طويلة، لأنه قياسا بأنه أنت عندك فترة انتقالية 2 سنين نعم. ففي جزء من السياسيين ديل الحركات المسلحة والدعم السريع حيكون مرشح أو لديه الرغبة يترشح في الانتخابات انتخابات. فكيف يترشح في الانتخابات عنده جيش؟ نعم. وكيف يكون في وزير عنده جيش؟ نعم. وهذه الأمور يجب مراعاتها في التوصيات. أنا أعتقد أنه 3 سنوات كافية باعتبار أنه في 2 سنين تكمل القواعد كلها العسكرية، وفي السنة الأولى للحكومة المنتخبة انتقالية بيكون في الغادة فقط. نعم. الغادة فقط أصلاً هيتحول إلى جسم سياسي، وبالتالي هيصبح زعيم سياسي. نعم. أو عنده حزب سياسي. ما في مشكلة بعد كده أنه يكمل السنة الأخيرة. سعادة العميد، بما تفضل سعادة اللواء، المشكلة دي كيف تحل؟ خاصة إحنا في السودان هنا، يعني دائما يمكن التفاصيل زي ما بيقولوا الشيطان دائما بيكمن فيها. بالضبط. كيف يعني؟ الحقيقة أنا بقترح يعني أو بتفق مع السيد فولكر في إنه الفترة بتاعت الدمج تكون 5 سنوات. نعم. لأنه المسألة بتاعت وجود قوات الدعم السريع الآن وانتشارها والعدد الكبير بتاع القوات ده، أنا بفتكر بيحتم على الناس انه 5 سنوات. انا في رايي انه خلال 5 سنوات دي ذاتها يحصل نوع، انا ما بقول يعني يكون في ديسبليس وريبليسمنت يعني حتى بالنسبه للقوات المسلحه الشرطه، عشان نكون واضحين وصريحين يا استاذ. نعم. نعم. انا بفتكر انه النظام السابق ارتكب خطيئه كبيره جدا اللي هي مساله يعني زي ما بيقولوا اخواننا المصريين بيقول لك اخونه الدوله. نعم. النظام السابق للاسف الشديد يعني ازاح كل الناس، يعني اي زول ما برو للنظام هم ازحوه يعني أبعدوه. دي حقيقه يعني. نعم. ابعدوه هي. يعني احنا ضحايا بتاعنا المساله دي في الشرطه يعني وفي القوات المسلحه وكده يعني. نعم. المساله دي بتحتاج لزمن طويل عشان انت تعمل اعاده هيكله او تعمل اعاده دمج وبتاع. انا افتكر يعني سعاده اللواء مع احترامي لي وجهه نظره، لكن انا افتكر 5 سنة كافية مناسبه جدا مناسبه، لكن اقل من 5 سنة يعني. بعدين الدائري من الدعم السريع داير امشي اطلع من الدعم السريع وخش العملية السياسية. نعم. خش العملية السياسية. نعم. اتقدم باستقالته يكون زول سيفيليان ما في. نعم. ما يمنع من حقه هاي. نعم. هاي. نعم. فأنا شايف كده ساعة اللي هو النقطة اللي يتكلم عنها ساعة العميد دي مهمة جدا، يعني الزمن بيفتكر انه الزمن غير كافي، بيفتكر انه المؤسسات عموما مؤسسات الدولة اذا تحدثنا عن عسكرية او اقتصادية فهي مليئة بالنظام السابق. النقطة دي قد تشكل عائق كبير جدا في إفراق المؤسسة العسكرية، وده أثر عليه حتى مهنيتها. طبعا نحن عندنا في القوانين العسكرية إذا الضابط شغال أو الفرد العسكري شغال في شغله بينفذ مهامه، ما بتقدر تعرف دواخله انتماءاته شنو. نعم. وجزء من الشعب السوداني مهني. نعم. إذا خالف التعليمات أو أتى بفعل فيه نوع من التمرد على الدولة. نعم. بيتم وربما يحالته إلى المعاش. نعم. لكن لا يقبل في قوات مسلحة في أي دولة إنك تجيب كشف تتقدم به جهة ما يقول والله 30 نفر ديل مثلا إسلاميين أو بعثيين أو شيوعيين. نعم. وما دي ما بتقدر، لأنه هنا ليش؟ لأول حاجة هنا قد يكون فيها نوع من عدم الأمانة مثلا. نعم. والنوع الثاني أنه أنا لو وديتني مثلا العميد أو عقيد اديتني اسمه، أنا العميد أو العقيد بيكلفني 20 سنة تأهيل. نعم. ما هذه الخدمة المدنية بتشيل المدير العام وتجيب مدير ثاني؟ لا. هنا خبرات وتراكمية. نعم. فدي واحدة من الإشكاليات اللي هو ما يعرف بالإصلاح الآن. الإصلاح صحيح قد يأخذ زمن طويل. نعم. 6 سنوات 10 سنوات. نعم. لأنه كل مرة أنت بتجرب وكل مرة بتختبر وتنتظر التصرفات. نعم. لكن بالنسبة للدمج اللي هو إدخال قوات جديدة ما بيكون بالتزامن. الآن في حديث عن أنه يوزعوا على الفرق متزامن، يعني يتحركوا في شهر واحد كل زول بيصل الفرقه بتاعته بيحصل له دمج، بعدين بيحصل له تدريب لمده 4 أشهر، بعد كده بيحصل له تزاوج مع هذه الوحده. اي عمليه فنيه القوات المسلحه عندها خبره فيها ب 72 استوعبت الانانيه 1 وفي 2005 اللي هي اتفاقيه نفاش، 2011 اتفاقيه الدوحه واتفاقيه اسمره. نعم. ففي الخبره موجوده، الخبراء موجودين. نعم. تبقى الاشكاليه فقط في مساله الصيغه
وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. نعم. ما يعني ما التسيغه دي يعني يمكن زي ما انت تحدثت انت ما في شخص بيدخل جوا شخص عشان يعرف هو منتمي لاي اتجاه او لاي تيار، لكن دي ما بتشكل يا سعاده العميد مشكله، يعني ما قد تحصل اعاقه من داخل الجهاز العسكري مثلا؟ والله يا استاذ معتصم صراحه عشان نكون واضحين اكثر، النظام السابق يعني نحن كلنا شهود وحتى سعاده اللواء يعني شهود عليه. نعم. هو يعني اتبع السيستم الايراني. يعني النظام بتاع الخميني لما جاء يعني جراديولي ازاح كل القوات اللي كانت موجوده في عهد الشاه الى ان بقى الحرس الثوري هو بقى الكل في الكل، وبقى طبعا توجه العقائدي معروف شنو. نعم. دي الازمه اللي احنا عايشينها في السودان. يعني نعم. قد يكون حصلت احالات لبعض القيادات معروفين بانتمائهم بولائهم للحركه الاسلاميه عشان المساله تكون واضحه، لكن انا بتمنى انه المساله دي الناس تستوعب فيها العداله اللي مهمه يا استاذ. نعم. العداله مهمه جدا. نعم. نحن ما بناخذ الناس بالشبهات. انا شخصيا بفتكر انه اخواننا في القوات المسلحه في الشرطه في جهاز الامن. نعم. فيهم ناس كفاءات زي ما تفضل سعاده اللواء، يعني الدوله خسرت عليهم واهلتهم ودربتهم اي شيء. نعم. لكن اصحاب الولاء الصارخ الموجودين انا والله ضد وجودهم تسييس القوات المسلحه، ضد وجودهم تماما، ضد تسييس الشرطه. نعم. ضد تسييس الغضاء. انا بفتكر دي واحده دي اجهزه المفروض تكون محايده، المفروض تكون قوميه، لان هذه الناس بيلجؤوا لها. يعني اذا اختصم السياسيين اذا دخل الجيش كجيش قومي والله مرحب. نعم. لكن منصب انه يكون في خيار وفقوس. الله اكبر. دي مشكله، دي مشكله كبيره. دي مشكلة. نحن مع المشكله الكبيره دي وربنا ان شاء الله يزيلها. نمشي الفيديو نشاهد ثم نعود لنتواصل. نؤكد ان الاصلاح الامني والعسكري عمليه طويله ومعقده ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر. أيضا أؤكد أن هذه العملية عملية سودانية خالصة قام بها ووضع أسسها السودانيين، وفي هذا المجال نؤكد أن شركائنا والداعمين لنا لهم من التقدير والثناء. أنا بالتأكيد سأتحدث قليلا عن مفاهيم الإصلاح وعن ما المقصود بالإصلاح، لأننا نريد أن نؤكد أن قواتنا المسلحة وقواتكم المسلحة مرت بتجارب عديدة منذ نشأتها، وهي في العام المقبل ربما تكمل أو ستكمل 100 عام. هذا التاريخ الطويل مر بتقلبات في حاضر السودان وفي ماضيه. هذه التقلبات انعكست على أداء القوات المسلحة وعلى مشاركتها في العمل السياسي. أيضا هذه المشاركة التي أريد بها استغلال القوات المسلحة لدعم جهات سياسية أو لفرض دكتاتوريات أو لمساندة حكومات شمولية، نريد لهذا الأمر أن يتوقف. نريد أن نبني قوات مسلحة، قوات ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية. برحب بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، برحب بسعادة اللواء، برحب بسعادة العميد. سعادة اللواء، تابعت جزء من خطاب السيد برهان فريق أول رئيس مجلس السيادة، تعليقك على خطاب سعادة الفريق؟ طبعا هو فيه رسائل عديدة. يعني واحدة من الرسائل أنه هذا الأمر سوداني سوداني. نعم. ما في أي أيادي أجنبية. ويمكن أكد قبل شوية حديثنا. نعم. عن التدخل. أيضا رسالة في أنه القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة. نعم. على أساس أنه زي ما الحديث كنا نتكلم عنه قبل شوية. نعم. ما بتكون مطية لأي جهة وهي سودانية 100%. والرسالة الثالثة أنه القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع. نعم. بمعنى إنه هي لا تدافع عن مجموعة ولا تدافع عن أحزاب ولا تدافع عن أي تيارات موجودة في الساحة السياسية السودانية. نعم. نعم. وبالتالي مرحب بالإصلاح حسب المفاهيم المتفق عليها. في الخطاب في النهاية برضو أشار إلى أنه الدمج للدعم السريع منصوص عليه مطلوب. والحركات المسلحة. نعم. وكان في دعوة برضو يعني كريمة للأخوان الحلو وعبد الواحد محمد نور أن يأتوا ليكملوا لوحة السلام في السودان. نعم. لأنه برضو وجود مجموعات مسلحة خارج هذا الاتفاق. نعم. برضو بيعمل إشكالية أمنية يؤثر على السلم والأمن الموجود.
الصناعي الامني والعسكري. طيب نحن صراحه يعني يمكن من خلال كلامك اللي انت تفضلت به انا دار ارجع لنقطه مهمه جدا، النقطه اللي تحدث عنها سعاده اللواء انه يعني الاصلاح العسكري يعني الدعم السريع بيرى الاصلاح العسكري قبل الدمج، والجيش بيرى الدمج قبل الاصلاح. المشكله النقطه دي ما عملت مشكله في هذه الورشه؟ والله انا افتكر السؤال ده ممكن نحاول سعاده اللواء بحكم متابعته للملف. نعم سعاده اللواء. طبعا هذه الاشكاليه كانت واحده من الكروت التي استخدمت في الخطابات بين نعم. الجانبين. الجانبين. في الخلاف الاول السيد رئيس مجلس السياده تحدث عن انه لا بد من اجراء الدمج اولا قبل الاستمرار في الاتفاق الايطالي. نعم. وكان كرد بتاع ضغط قدمه في وقت ما. نعم. رد الدعم السريع غايد الدعم السريع بانه موافقين على الدمج ولكن يتم الاصلاح اولا. نعم. طبعا برضه كرت مضاد لكن كان الاصلاح في مفهومه انه في عناصر موجوده يجب ان تخرج. نعم. ده بيرجعنا لانه في يعني تبني للرؤية السياسية أو المدنية. الرسالة كانت واضحة يعني. نعم. نعم فجلسوا مع بعضهم البعض وتم تسوية هذا الخلاف في أنه الجميع اتفق أنه المبدأ هو الدمج. نعم. لمصلحة السودان لمصلحة المواطن جيش واحد ما يكون فيه سلاح غير في الجهات العسكرية المختصة بها. أما المستقبل السياسي فهو متروك لهم، من أراد أن يترشح يستغيل أو الخروج الآن أصلا ما في خروج الآن. نعم. بمتدرج. نعم. الآن حيكونوا هم تابعين لمجلس الدفاع والأمن تحت إمرة رئيس الوزراء. نعم. هذا أمر مؤقت وقد لا يستمر، أنا في تقديري قد لا يستمر. قد لا يستمر وجودهم كغادة الآن. غادة. قد لا يستمر احتمال الناس يطلعوا المعاش الناس كده. ولكن هذه هي الطريقة بتاعت الخروج اللي تم الاتفاق عليها. انه يخرجوا لكن بتدرج يكونوا موجودين غايد الجيش غايد الدعم غايد الشرطه موجودين في ما يسمى مجلس الدفاع والامن اللي بيرأسه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء بيرأس مجلس الامن والدفاع، ايجابيه هذه النقطه؟ طبعا كل القوات النظاميه في العالم تخضع للحكومه المدنيه. نعم. للجهاز التنفيذي. نعم. طبعا في قرار بيصدر في الدوله اسمه القرار العسكري السياسي. إذا دارين ندافع، إذا دارين نهاجم، إذا في حالة الطوارئ بيوجه عبر هذا المجلس. نعم. في توصية بترفع لرأس الدولة في حالتين، في حالة إعلان حالة الطوارئ بموافقة رئيس الوزراء، وفي حالة الحرب بترفع توصية لرأس الدولة عشان ما يوقع المرسوم الخاص بإعلان حالة الطوارئ أو إعلان الحرب. نعم. فبيبقى ما في إشكالية. الآن برضو متفق تعيين الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية من اختصاص رئيس الوزراء. وزير الدفاع ووزير الداخلية. وزير الداخلية الاثنين من اختصاص رئيس الوزراء. نعم. وده شيء طبيعي. ده شيء طبيعي طبعا. نعم. لأن الفترة اللي فاتت كان الناس تتحدث في بداية الفترة الانتقالية بالتشاور مع القوات المسلحه. نعم. الان حيكونوا حق اصيل. ده اختلاف كبير يمكن من الوثيقه السابقه ومن الفتره. نعم. السابقه. وفي تعديل اخر هو تعيين مدير الشرطه ومدير جهاز المخابرات ايضا بعينهم رئيس الوزراء. ايضا رئيس الوزراء. رئيس الوزراء. طيب. نحن مع رئيس الوزراء وبرجع لسعاده العميد ناخذ نمشي الكنترول نشاهد ثم نعود مشاهدي الاعزاء لنتواصل. فهمنا بان عمليه الاصلاح الامني والعسكري ليست مهمة سهلة، ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من الإصلاح من إصلاح الدولة، ولذلك فإن الوصول للجيش الواحد هدفنا جميعا، ونسير فيه بغناعة وفقا للمسائل الفنية المتفق عليها. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء، ومرحب بضيوفي الأعزاء. سعادة العميد تابعت كنت وجود في هذه الورش. نعم. شنو من الحاجات اللي انت بتفتكر الايجابيه اللي ظهرت في هذه الورشه اللي بيعول عليها وهي الورشه الاخيره؟ الله استاذ معتصم زي ما تفضلت قبل شويه انت، انا بفتكر الاتفاق الاطاري ذاته هو يعني كاتفاق او كاتفاق سياسي انا بفتكره افضل من الوثيقه الدستوريه. نعم. الاتفاق السياسي بتاع الوثيقه الدستوريه، لانه الشيء الجميل في الامر انه الجانب المدني حس بانه فعلا في تغيير حقيقي
والآن السلطة قالت له نعم فيما يتعلق برئاسة مجلس الدفاع والأمن، فيما يتعلق بتعيير رئيس وزير الدفاع وزير الداخلية مدير عام الشرطة ومدير جهاز الأمن. الفكرة دي مكاسب كبيرة جدا جدا بتوضح أنه الدولة متجهة في الاتجاه المدني. الفكرة ده شيء طيب للتحول الديمقراطي مستقبلا، لكن أنا لا أقول شنو فيما يتعلق بأخواننا في القوات المسلحة. أنا أفتكر الجيش ده ذاته، أخواننا في القوات المسلحة على مر التاريخ بتاع السودان هو كان ضحية هو ذاته. يعني نمسك الانقلابات دي، يعني وجود الجيش داخل الانقلابات ده كان دائما اخواننا في القوات المسلحه هم اللي بيدفعوا الثمن، ضحيه للسياسيين، ضحيه بالضبط للتدخل السياسي. يعني عندك مثال يعني من انقلاب عبود 58 نزع علي حامد، الاعدامات تمت بعد ذاك، بتجي اعدامات مايو تمت في عهد مايو، الانقلابات بعد ذاك بتجي في عهد الاسا ناس الكدر. هسه الان القيادات بعد انقلاب 89 هسه الان في كوبرا. نعم، فده كله قرب الجيش من السياسه. انا افتكر الحته دي يعني علاجه زي ما ذكرت اول مره، علاجه بالحكم الرشيد. نعم، علاجه بانه تكون فعلا في مؤسسات ويكون في مشروع وطني الناس تتوافق عليه، انه الجيش مهمته وطنيه ساميه معروفه. نعم، الشرطه في خدمه الشعب معروف مهمتها، جهاز الامن معروف مهمته الوطنيه. يبقى المساله دي الناس لو حافظوا على المسائل دي يا استاذ معتصم. نعم، انا بلي بنعبر لبر الامان، بنعبر لبر الامان ان شاء الله قدام. اي ساعه اللي هو يمكن من مجمل الكلام اللي تحدثنا فيه في الفتره السابقه، يعني مكاسب كبيره جدا وخاصه المدنيين، هي مكاسب للعسكريين وللمدنيين، لان الناس كلها عايشه في دوله واحده، والاستقرار هو اهم عمليه للتقدم والتحضر. انا عايز اسال، الورشه العسكريه او ورشه الاصلاح الامني والعسكري، هل هناك مناوئين؟ يعني قد يكون في كثيرين جدا بيروا انه هذه الورشه اخذت من العساكر الكثير، هل ممكن يكون في مشكله زي دي وممكن تعالج؟ لا، ما في يعني معارضه او نعم. او مخالفين في الراي، ما في، لانه اصلا الامور واضحه. نعم، يعني ما في حاجه مخفيه الناس خايفه عليها. بالنسبه واخذنا الاجهزه الامنيه بصوره واضحه بعد الثوره، في تغيير في الاختصاصات. نعم، تغيير في القوانين، دي مساله معروفه واضحه. في مساله في التسليح. نعم، لكن ساعه العميد قبل شويه اتكلم عن نقطه انه الجيش مليء بعد 89 بكثير من المنتمين لجهات محدده، قد يحصل عرقله مثلا في الحته دي، وكيف الناس تتجاوزها؟ منو اللي بيقدر يحدد الناس؟ نرجع للفكره الاولى قبل، منو اللي بيقدر يحدد انه ده ينتمي للحزب او ينتمي للحركه الاسلاميه او بعثي او شيوعي؟ نعم، منو اللي بيقدر يحدد؟ يعني ما في شخص بيقدر يحدد. طيب، ولكن من خلال عمله، من خلال قال هو ما شغال بيأدي واجبه، بيجي في مكتبه بيطلع وبينفذ التعليمات. هذه مشكله بتبقى نفسيه. نعم، يعني ما في زول بيقدر يحددها. لكن نرجع لمسألة المقاومة، ما في مقاومة، القوات المسلحة منضبطة، غرار من القائد العام بالموافقة على الورشة، خلاص الأمر انتهى. نعم، لما تجي للشرطة برضو نفس الاختصاصات ونفس القوانين، مدير الشرطة موجود وهيئة قيادة الشرطة موجودة، جهاز المخابرات قدم ورقة ورئاسته موجودة كانت في هذه الورشة، فما في حاجة مخفية، هو خلاف فقط في الانتقال من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي. نعم، في متغيرات بتحصل، منها الاختصاصات، منها القوانين، منها نوع التدريب، منها الوجود ذاته، هل هيكون وجود داخل المدن، هيكون وجود مثلا في 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 القصر الرئاسي، وهكذا في حياة حتتغير بناء على تغيير النظام السياسي الجديد. نعم، وبالمناسبة يعني يمكن واحدة من الأشياء التاريخية انه دائما القوات المسلحة لما تقدم طلبات لجهة مدنية بتجي تجاوب. نعم، يعني بيكون افضل انك انت بتقدم ده الوزير وده الميزانيه وداك مجلس الوزراء. نعم، وكذلك الشرطه وجهاز المخابرات. نعم، فانا افتكر انه ما في معارضه الى الان، الروح طيبه. بالعكس، يعني تفانى المعاشيون سواء كان في الجيش او في الشرطه او في المخابرات، تفانوا في اعداد الاوراق مع زملائهم في الخدمه، وقدمت ونقاشات كانت رفيعه جدا، وخرجت التوصيات اللي نحن نسمع بها الليله وحتضمن في الاتفاق النهائي. نعم، سعادة العميد، تابعت الورش الآن، يعني يمكن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري من أهم الورش اللي بيقوم عليها كثير من الأشياء، لأنه الأمن هو أساس العملية. إذا سألتك عن المعاشين ومشاركتهم، هل هناك تناغم بين المعاشين والعاملين الآن في
والله أنا لو تحدثت بتحدث لك عن المعاشيين بدعنا الشرطة. الشرطة نعم. بحكم التصاقي بالمجال ده ومعرفي بهم يعني. الشرطة الآن المعاشيين بدعنا الشرطة الآن في جناحين. نعم. في جناح يعني هو قائد الخط بتاع المعارضة للاتفاق الإطاري ده. الاتفاق الإطاري نعم. في جناح. في جناح يعني ممالي وبيفتكر إنه الإصلاح ده الاتفاق ده الإطار ده ممكن يكون مخرج للبلد عامة يعني وللشرطة وممكن يعني يعدل كثير من الحاجات يعني. نعم. فأنا شخصيا بميل للاتجاه بتاع إنه الناس يعني تمشي مع الاتفاق الإطاري. لكن في بعض أخواننا في الشرطة المعاشيين يعني المحسوبين على النظام السابق نحن نعرفهم تماما يعني. نعم. نعرفهم. ديل هم الآن دارين السيد المشهد. نعم. متحركين. متحركين. نعم. الناس اللي نحن نعرفهم تماما يعني. نعم. هم نحن ما كلنا زملاء واشتغلنا في وحدات كثيرة بنعرف بعض تماما. وعارفين يعني. انتماءاتهم. أيوة. انتماءات كانت واضحة وما دار لها كلام يعني. ديل. نعم. هم الآن دارين يخطفوا الـ 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 العملية القضية بتاعت المعاشين ذاتهم عشان يتقدموا بها على سنه إذا في استوزار إذا في وظائف إذا في كده دي الحتة أنا بتذكرها يعني شخصية مصالح شخصية. أيوة أيوة بالضبط أي بس. نعم. بالضبط أي. لكن عموما المعاشين هم القضية واحدة وأسا. نعم. المعاش ده يعني مثلا في شخص زيانة ده أوبر 60. نعم. يعني أنا ده ما متوقع أن أرجع الخدمة يعني. لكن في حاجة اسمها جبر ضغط. نعم. دي لو تمت للمعاشين وعلى كده أنا أفتكر برضو يعني نذكر اخونا سعادة الفريد هو العنان انا افتكر برضه في الملف ده انجز انجاز كبير يعني دي شهاده لله نقولها يعني ما قصر ابدا وماشي في اتجاه انه المزيد من جبر الضرر للمعاشين. نعم نعم. نعم. سعادة اللواء في سؤال مهم جدا ودائما الميديا يعني بتاخذ بعض الاشياء وبتترك اشياء. سعادة الفريق اول برهان رئيس مجلس السياده تحدث عن انه الجيش سيكون تحت إمرة سلطة منتخبة. الكلام ده مشى لجهات عديدة بمعنى إنه كل يغني المغني وكلهم على هواه يعني أي واحد فسر. رؤيتك شنو أنت كانت لهذه الجملة اللي ذكرها ساعة الفريق؟ طيب الفترات الانتقالية طبعا هي فترات انتقال من نظام إلى نظام. نعم. دائما وفي هذه الفترة لابد أن يكون في استقرار في المؤسسات الأمنية والعسكرية. نعم. ده كان مقصود من انه القوات المسلحه ستكون تحت امره حكومه مدنيه منتخبه يعني. نعم. الاستقرار ده مطلوب لحد فتره الانتخابات. نعم. ما الفتره الانتقاليه ما ممكن تجي تعدل في الهيكله. ما ممكن تغير الفرق. نعم. ما ممكن تغير التسليح يعني من شرقي الى غربي او من غربي الى شرقي. نعم. دي حاجات بتجيها حكومه منتخبه لانه فيها اتفاقيات وبالتالي يعني على سبيل المثال الاتفاقيه الروسيه لانشاء مركز لوجستي او قاعده بحريه تم تاجيلها الى ان تجي الحكومه المنتخبه. نعم. فده المقصود. ده المقصود. المقصود ما مقصود شيء اخر الناس المشوبين لحتات ثانيه. لا وما في ناس بيفتكروا انه والله الجيش حيكون قاعد وما في زول حيقدر يهبشوا. لا 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 ما كده بيفتكروا انه بيلعبوا بالالفاظ ويعني زي ما انت بتقرا وبتتابع. نعم نعم. لا لا هو المقصود انه الإدارة المنتخبة هي حق لا تعدل في الهياكل تعدل في الاتفاقيات تعدل في التسليح. لأنه ده بيجي باتفاقية مجازة من البرلمان. نعم. المنتخب. نعم مجازة. لكن الآن إحنا في مرحلة انتقالية نحن افتكر القوات المسلحة انحازت للثورة. نعم. يبقى بالسوق المشوار مع الثوار ومع الثورة إلى أن تصل للانتخابات. نعم. ده المقصود. ده المقصود. لكن الخلافات اللي حصلت. نعم. في الحكومة الأولى والثانية والأدت إلى 25 أكتوبر نتمنى ما ترجع. نعم. اللي هي الخطابات الاستفزازية وخطابات من الجانبين. من الجانبين من الطرفين. خطابات وردود وكذا. وبالتالي الإساءات اللي وجهت للقوات النظامية حتى في فترة الاعتصام. نعم. وما بعد الاعتصام كان في استفزاز وكذا وإحنا هم ديس مواطنين سودانيين. نعم. سواء كان في الشرطة في جهاز المخابرات في الجيش وعندنا طبيعتنا وإنت لما تجي تسيء وكذا معناه أنت بتسيء فصيل أساسي من أهلك جزء منك. جزء منك. نعم. وبالتالي هذا الأمر أدى إلى 25 أكتوبر. نعم. نتمنى أنه ما يعود تاني ومرفوض. نعم. وما مقبول لكن الآن خرجت القوات النظامية من الساحة السياسية. نعم. هذا الخروج هو واحدة من مطالب الثورة. دي حقيقة. وبالتالي احنا الفترة الانتقالية ذاتها مفروض يكون فيها تكنورات مستغلين. نعم.
برضه هنا في مصطلح يستخدم يقول لك تكنوقراط وطنيين. نعم هم يمكن في مستغلين وطنيين. نعم. حاجه مستغلين. نعم. مستغلين حاجه. نعم. ما فيها محاصصات حزبيه. عندها منهج الاداره بالاهداف. عندها 3-4 اهداف تكملها توصل الناس الانتخابات. دي الفتره الانتقاليه المفروض يكون شغوله كده. لكن نفس التكالب بتاع الاحزاب والمحاصصه تمت في الحكومه الثانيه خلت الاحزاب كلها يعني نوع من الشفقه. انها عايزه تخش. نعم. تخش وين؟ نعم. يعني ما انت عندك 26 وزير وعندك 107 حزبي مسجل، ما في مقاعد لكل العدد. ما في مقاعد. وبعدين الفتره الانتقاليه ذات حقت تكنوقراط. نعم. ما حقت احزاب. نعم. يعني حتى الاحزاب الموجوده سي الحريه والتغيير. طيب. انا احترم رايهم يتحدثون عن انهم هم خارجين زاهدين من هم خارجين من الفتره الانتقاليه. نعم. ويتحدثون الجيش خارج ويجب. نعم. الحركات المسلحه والكتله الديمقراطيه تخرج هنا نفسها. نعم. من واذا كلهم خرجوا لما احتجنا لكل هذا الزمن. بس ما نعم. الخوف كل الخوف انه يكون في محاصصه حزبيه بتجيب الشفقه من المجموعات الثانيه الأخرى. وكل دول بيفتكرين انه ليه ما يجي حقي حيكون في امتداد للفتره الانتقاليه. نعم. ولن يكون هنالك انتخابات. ده الخوف الان اللي نرجع لكلمه الصيغه. اذا ما في صيغه مع المكونات السياسيه بيكون في اشكاليه. نعم. طيب نحن ناخذ نمشي الكنترول مره ثالثه ونعود لنتواصل. ان قضيه الاصلاح الامني والعسكري هي أحد أهم أركان مشروع البناء الوطني، وهي ليست قضية تكتيكية قصيرة المدى مدفوعة بمصالح ضيقة، بل هي قضية وطنية استراتيجية تأتي ضمن تطلعنا لمشروع التحول السياسي الاقتصادي الاجتماعي المؤسسي الثقافي المتكامل. هذه البلاد تحتاج لإعادة بناء يشمل الدولة ومؤسساتها وأحزاب السياسية ومجتمع المدني وبنية الإنتاجية وإعادة ردق نسيجها الاجتماعي، وتأتي عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية كأحد أهم عناصر البناء المتداخلة والمتكاملة مع عمليات الإصلاح الأخرى، والتي يعني تحقيقها التأسيس لسودان حديث مستقر وناجح يعيش فيه كل أبنائه وبناته حياة كريمة. أود أن أثني على أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع الأمني والعسكري لبذلهم جهودا دؤوبة لإيجاد مقاربة مشتركة. إن حضوركم هنا اليوم هو مؤشر على إرادتكم في وضع احتياجات السودان، احتياجات البلد والسودانيين في المقام الأول، وإطلاق الجزء الأخير من العملية السياسية قبل التواصل إلى اتفاق سياسي نهائي. إن الهدف من هذه الورشة هو الوصول إلى فهم مشترك للإصلاح، وهذا يشمل الإصلاح العسكري والإصلاح لجهاز المخابرات وإصلاح الشرطة والدمج أو الإدماج والترتيبات الأمنية. فالإصلاح هو مسألة قيادة، موضوع قيادة، ومسألة السعي المتواصل لإدخال تحسينات والقدرة على التكيف والاستجابة لاحتياجات البلد. ويبقى مفهوم الإصلاح والإصلاح أيضا مواكبة أحدث التطورات في قطاع الأمن عالميا، وإدراك نقاط القوة ومعرفة مقامنا التحسن وامتلاك الرؤية والإرادة. خلال لقاءاتي مع مواطنين ومواطنات في كل أنحاء البلد سمعت دائما رسالة واحدة: بدنا دولة، بدنا جيش واحد، ما بدنا جيوش، نحترم مؤسسة الجيش ونرب في جيش محترف واحد، ليس جيوش لكيادة واحدة، وجيش يكون حديث، وجيش يكون جيد وبخدمة المواطنين والدفاع عن الوطن. تابعنا حديث سيد مبعوث الأمم المتحدة فولكر. سؤالي لكم الاثنين، سعادة اللواء وسعادة العميد. سعادة العميد، كيف تابعت هذا الحديث؟
والله قبله طبعا كان في كلام الاستاذ خالد سليم. الاستاذ خالد نعم، انا بفتكر نعم. يعني كلام خالد كلام ممتاز، انا طبعا كنت حضور في الجلسه دي نعم. وسمعت الكلام يعني مباشر يعني فانا بفتكر المساله بتاعت الاتفاق الاطاري بيقولش في الخمسه دي، انا بفتكر دي فرصه لا تعوض، وانا بفتكر دي الوسطيه ذاتها يعني الاتفاق اللي كان بعتبره ده شيء وسطي وده الحل السلمي الاسهل بالنسبه للشعب السوداني نعم. يعني اي حاجه بخلاف الاتفاق اللي طلع ده ما حل سلمي يعني نعم. الاتفاقيات اللي بتتم هسه لو مسكنا الاتفاقيات بتاعت السلام اللي تمت في السودان من 1972 في السودان الحديث اديس ابابا دي كانت لو يوافقني سعاده اللواء كانت افضل اتفاقيه على الاطلاق نعم. اديس ابابا بالتحديد يعني لانها ثبتت القوات المتمرده في الجنوب هناك وسلموا سلاحهم وتم استيعابهم القوات بتاعت الانانيه بتاع جوزيف لاجو أنانية. المشكله دي ما استفاد منها في نيفاشا للاسف لانه اديس ابابا اخذت 11 سنه تقريبا من 72 لحد 83 نعم. التمرد الثاني بتاع جوجر الاتفاق هسه الاطار ده انا يبدو لي اتفاق ممتاز جدا جدا وحق الناس يعني يعضوا عليه بالنواجذ على سنه يغفز بينا لحكومه ديمقراطيه منتخبه فعلا عشان نبعد من الدائره الشريره بتاعت انقلاب فتره انتقاليه انتخابات انقلاب دي انا افتكر الاتفاق الاطار ده ممكن اسس لي كلام زي ده نعم. انا يعني بفتكر كلام السيد فولكر ده يعني بحكم انه هرس البعثه بتاعت اليونتامس يعني كلام مسؤول وحق الناس تبني عليه يعني احنا كسودانيين في النهايه يعني زي ما تفضل بس على التليفون احنا هسه الان عندنا مشكله بتاع التمويل نعم. يعني الترتيبات الامنيه حتى اتفاق جوبا ذاته من ضمن الحاجات اللي ذكروها حتى قيادات الحركات المسلحه بيقولوا الشيء المنع الترتيبات الامنيه تنفيذها مساله التمويل هسه نفس الحكايه هسه ذاته اعاده الاصلاح او الاصلاح الاجهزه الامنيه برضه بيحتاج لتمويل يعني ممكن يتعرقل بسبب عدم التمويل واحتمال انا في تقديري انه ممكن جدا جدا لانه الشغل بتاع المال ده هو عصب الحياه نعم. يعني اي شغل بيحتاج لتمويل يعني نعم. هسه العمليه الديمقراطيه زادت يا استاذ معتصم نعم. هسه الليله انت مثلا داير تعمل انتخابات قلت انتخابات نعم. انتخابات داير تعداد سكاني داير المفوضيه بتاع الانتخابات داير قانون بتاع المجلس التشريعي ذاته كله محتاج لمال كله محتاج لمال نعم 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 سعادتك تابعت الحديثين حديث السيد خالد والسيد فولكر تعليقك شنو على هذا طبعا هي خطابات تشريفيه لافتتاح الورشه وخطت اطار عام للمطلوبات والاحلام هي نفسها والجهد الذي بذل من القوى السياسيه ومن الوسطاء ومن القوات المسلحه ومن الدعم السريع والنتائج اللي بيأملوا انه يصلوا لها فدي الاربع حاجات اللي اشتملت عليها الكلمات وانا اعتقد انها كانت مغنعه ووضحت ادوار كل جهه سواء كان مكون المدني مكون عسكري الوسطاء وبالتالي بدات الورشه بدون اي عوائق استمرت 3 ايام الليله اليوم الختامي فنحن سعيدين بانه اول حاجه السودانيين ذاتهم نالوا اعجاب ورضا الاجانب نعم مش العكس نعم يعني الاجانب جو قالوا انه السودانيين ديل ما ممكن بكل هذه الخلافات والناس قاعدين بيتونسوا مع بعض او في المناسبات الاجتماعيه فلما جو الاجتماع والناس دخلوا مع بعض وخرجوا مع بعض كانوا مرتاحين نفسيا وده كان نتيجه انه الليله احنا وصلنا للختام وحنرفع التوصيات وبالتالي اي شيء يمكن ان يحل بالتفاوض نعم لكن الشروط المسبقه هي اللي بتعرقل بتعرقل نعم ساعتها اللي وانزلك سؤال مهم جدا يعني يمكن الشارع كثير من الشارع يتحدث عن فولكر وتحدثوا عن طرد فولكر و و و الى وانت خبير امني وعسكري بتفتكر وجود فولكر كان سبب رئيسي في الحاله الان انت تحدثت بفرح وتحدثت بايجابيه هل وجود فولكر كان له تاثير على هذه الحاله؟ طبعا كيف جاء فولكر الى السودان؟ نعم او كيف جاءت البعثه؟ هي جاءت بطلب من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك نعم. وكان رؤيته بناء على خبرته في انه السودان لن يستطيع ان يتجاوز الفتره الانتقاليه لوحده بمفرده نعم بيحتاج للامم المتحده من الناحيه الاقتصاديه من الناحيه البناء السياسي من الناحيه بتاعت الخبراء نعم. لذلك طلب هذه البعثه طيب جاءت البعثه بدا فولكر يشتغل اول ما هبش الملف السياسي نعم. ظهروا معارضين نعم لانه طبعا لما تجي انت في ملف سياسي وتجيب حاجات
دولية وقياسات دولية وتضع يعني خطوات للانتقال الديمقراطي، فغالبا صاروا هنا المعارضين. فهو تلقى تهديدات بالقتل ومظاهرات كانت بتصل لحد مقر البعثة، مطالبة بالطرد، ولكن دي كلها في النهاية مجموعات كانت هي ضد الانتقال الديمقراطي أو ضد الثورة ذات نفسها. فبالتالي هو وجوده في مساحة إيجابية كبيرة جدا. كبعثة نحن أصلا ما لا نتكلم كشخص كفرد، لكن كبعثة فيها أشياء إيجابية. عملت مؤتمرات في برلين، مؤتمر في الرياض، مؤتمر في باريس، وصلنا نقطة القرار في اتفاقية الهيبك اللي هي عفتنا من الديون. ووصلنا خلاص يعني لولا 25 اكتوبر كان الان الديون انتهت. بعد كده كان في تدفقات نقديه في شكل استثمارات، في شكل معونات مساعدات، كلها توقفت، وبالتالي دعم البعثه الامميه. يبقى الان احنا محتاجين ل كما تفضل السيد العميد، محتاجين نعمل تعداد سكاني. عاوز له اموال كبيره جدا وخبرات. ومحتاجين أن نعمل قانون انتخابات. محتاجين أن نعمل الدوائر، نفصلها، هل هتكون في دوائر جغرافية، دوائر قوى حديثة، هتكون تمثيل نسبي، في أشياء كثيرة جدا محتاجين نحن للبعثة الأممية. وبالتالي وجودها إيجابي أكثر مما هو سلبي. نحن باقي لنا زي دقيقتين سعادة العميد. أنا يعني عايز أشوف رؤيتك شنو للحاصل، وانت تابعت هذه الورش، يعني هل انت متفائل بصورة كبيرة لهذه الورشة وهي ختام الورش والمعول عليها كثيرا في الاستقرار؟ لأنه زي ما ذكرت أنا في المقدمة، الأمن هو أس العملية. أنا والله متفائل جدا. أنا أذكر الدكتور منصور خالد عليه رحمة الله لما سألوه بعد توقيع نيفاشا، سألوه وقال له رأيك شنو في اتفاقية السلام الشامل لي، فقال لهم أنا متشائل. الاثنين مع بعض، ايوه، جمع التشاؤم والتفاؤل. نعم. عمل مزج. وانت هسه متشائل ولا متفائل؟ فقال لهم انا والله صراحه يعني انا والله متفائل انه لو السودانيين بس، لو ان احنا بس رضينا ببعض. نعم. لو حصل توافق. لو سخيم النفوذ، يعني الشل في النفوذ ده احنا ابعدناه بعيد. نعم. وعلينا المصلحه العليا للسودان، انا افتكر ما بتكون في مشكله اطلاقا يعني. نعم. اصلا ما بتكون في مشكله. نعم. انا اتمنى انه يعني الاتفاق ده يصل لنهايته، والناس تعيش في سلام وتعيش في وئام. وصراحة البلد ما بتحتمل هزة، ما بتحتمل يعني. نعم. خاصة هي هشة يعني. نعم. نعم. صعبة. نعم. نعم. سعادة اللواء، يعني لو نظرنا لإفرازات هذه الورشة، هل ممكن أن تتكامل مع اتفاقات دول السلام أنت اللي تحدثت عنها، هل ولا حيكون في بعض المشاكل؟ خاصة أنت الآن ملاحظ في بعض، يعني السيد مناوي، السيد جبريل، مجموعة لم يوقع الاتفاق الإطاري. اتفاقية جوبا أدخلت كبروتوكول داخل الاتفاق الإطاري. نعم. مضمنة، ما في إشكالية. نعم. إشكالية هي فقط في مطالبة الحركات بالمكاسب التي تحصلوا عليها في اتفاقية جوبا. نعم. تظل موجودة. اللي هي تظل موجودة. وهنا تتناقض مع التكنوقراط. نعم. هم عاوزين الوزراء الأربعة، عايزين الأربعة الموجودين في مجلس السيادة سابقا. ولايات. والولايات كحكام. فدي تغيرت الان باعتبار الاتفاق الاطاري المطلوبه هي التكنوقراط. فيبقى انت بعدها تتحول لجسم سياسي تنفذ الترتيبات الامنيه وتستعيد الانتخابات وتقدم التكنوقراط لو عندك رشحهم. نعم. لو عندك. لكن هي دي اس المشكله الان، هي المقاعد الوزاريه وال المكاسب اللي تحصلوا عليها انه ما يفقدوها. نعم. ودي تتناقض مع مساله التكنوقراط. دي الاشكاليه. دي الاشكاليه. نعم. سعاده العميد، بتقول شنو للشعب السوداني ونحن اليوم في ختام هذه الورشه الكبيره؟ والله وش، انا احيي الشعب السوداني واحيي الشهداء واسر الشهداء على ما تحملوه وعلى العناء والمشقه والصبر على ضيق المعيشه طيلة السنين الماضية. يعني أنا ما بقول الأربع سنة، أنا بقول 34 سنة الماضية. يعني نعم. الشعب السوداني يعني كان ممكن يعيش في رغد من العيش. نعم. لو كان في حكم راشد. يعني أنا أتمنى يعني إنه الشعب السوداني يعني كفاه من الابتلاءات وكفاه من العذاب والشقاء، إنه الفترة الانتقالية دي إن شاء الله تبقى يعني مدخل لحكومة ديمقراطية لنماء واقتصادي وتطور، والناس تحس انه فعلا البلد عندها موارد واهلها متنعمين بخيرها. يعني اللهم امين.
اللهم امين. اللهم امين سعاده اللواء. نحن والله بنقدم برضه تحيه للشعب السوداني، وبنقول انه نحن على اعتاب الانتقال الديمقراطي بيبدا بالفاز الفتره الانتقاليه. يجب ان نحافظ جميعا على هذه المكتسبات، يكون عندنا مشروع قومي يرعاه الشعب السوداني، نتنازل ويكون بيناتنا في صغة حتى نقدر نصل للانتخابات ونؤسس للجمهورية الحقيقية الأولى للشعب السوداني. اللهم أمين. أمين. أنا بحييكم، بحييك كثير سعادة اللواء أمين ميزوب. أنا سعيد إنك كنت معي، وبحييك أيضا سعادة العميد مالك كبروف، وسعدنا بكم وسعدت بحديثكم الطيب وأمنياتكم الطيبة. شكرا لكم كثير. شكرا استاذ معتز. اهلا ومرحبا بكم. واما انا فاحيي كل الثوار، واحيي هذه الثوره، واحيي الشهداء واسر الشهداء، ونتمنى انه النتيجه دائما تكون في صالح الشعب السوداني. وحتى نلتقي في حلقه اخرى من هذا البرنامج، نتمنى ان نكون وصلنا الى نهايه سعيده.